معكم مشاهدينا من جديد، وكل عام وأنتم بألف خير لكل من انضم لمشاهدتنا ولمتابعتنا الآن في برنامج صباح البلد، وضمن محطات دائما صباح البلد مشاهدينا دائما وأبدا كما تسمعون الآن حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران وطائرات وحركة المسافرين والقادمين والعابرين إلى خارج البلاد من خلال حركة الطيران الداخلية والمحلية العالمية. نستقبل من استعلامات المطار رابعة خضر. مرحبا بك أستاذة رابعة، صباح الخير وكل عام وأنت بخير. مرحبا عليكم السلام، كل عام وأنت بخير إن شاء الله، ربنا يحقق الأمانة ويديك العافية، تفضلي. جمعني يا رب. السادة مشاهدو قناة البلد، السادة مشاهدو قناة البلد الفضائية، أسرة الاستعلامات الجوية مطار الخرطوم ترحب بكم، ويسرها أن تقدم برنامج حركة الطيران لهذا اليوم السبت الموافق للثلاثين من شهر يوليو، وبالرحلات العالمية لشركات الطيران السودانية أبدا. شركة تارك للطيران رحلة 203 من جدة وصول 9:30 صباحا. شركة تارك للطيران رحلة 582 من جدة وصول 1:30 ظهرا. شركة بدر للطيران رحلة 637 من جدة وصول 6:30 مساء. شركة بدر للطيران رحلة 662 إلى جدة إقلاع 9:00 وصول 1:00 ظهرا. شركة بدر للطيران رحلة 160 إلى القاهرة إقلاع 9:00 من القاهرة 6:30 مساء. شركة بدر للطيران رحلة 604 إلى جدة إقلاع 10:00 من جدة وصول 3:45 مساء. شركة الخطوط الجوية السودانية رحلة 104 إلى القاهرة إقلاع 4:00 مساء من القاهرة 12:30 الليل. شركة بدر للطيران رحلة 670 إلى الرياض إقلاع 2:00 ظهرا من الرياض 8:40 مساء. شركة تارك للطيران رحلة 204 إلى جدة إقلاع 2:30 ظهرا من جدة وصول 7:00 مساء. شركة تارك للطيران رحلة 234 إلى الدوحة إقلاع 4:00 مساء من الدوحة 12:30 مساء. شركة بدر للطيران رحلة 660 إلى جدة إقلاع 4:00 مساء من جدة 8:00 مساء. شركة بدر للطيران رحلة 684 إلى القاهرة من القاهرة 1:00 صباحا الأحد. شركة تارك للطيران رحلة 214 إلى أسمرة إقلاع 8:00 مساء من أسمرة 11:00 مساء. شركة تارك للطيران رحلة 112 إلى القاهرة إقلاع 8:00 مساء من القاهرة 2:30 صباحا الأحد. شركة بدر للطيران رحلة 680 إلى الدوحة إقلاع 8:30 مساء من الدوحة 5:00 صباحا الأحد. شركة بدر للطيران رحلة 200 إلى دبي إقلاع 9:00 مساء من دبي 7:00 صباحا الأحد. شركة تارك للطيران رحلة 16 رحلة 22/16 إلى الرياض إقلاع 4:00 صباحا الأحد. شركة تارك للطيران رحلة 202 إلى جدة إقلاع 5:30 صباحا الأحد. شركة تارك للطيران رحلة 381 إلى جوبا إقلاع 5:00 صباحا الأحد. شركة بدر للطيران رحلة 650 إلى كانو إقلاع 7:00 صباحا الأحد. شركة بدر للطيران رحلة 160 إلى القاهرة إقلاع 9:00 صباحا الأحد. شركة بدر للطيران رحلة 662 إلى جدة إقلاع 9:00 صباحا الأحد. شركة بدر للطيران رحلة 626 إلى أبوظبي إقلاع 9:30 صباحا الأحد. ثانيا الرحلات العالمية لشركات الطيران العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة. شركة الخطوط العربية السعودية رحلة 458 إلى الرياض 9:40 صباحا. شركة فلاي دبي رحلة 633 من دبي وصول 9:25 صباحا إلى دبي 10:25 صباحا. خطوط الجوية الكينية رحلة 342 من نيروبي وصول 9:35 إلى نيروبي 10:35 صباحا. خطوط العربية السعودية رحلة 451 من جدة وصول 10:05 صباحا إلى جدة 11:35 صباحا. شركة فلاي أديل رحلة 635 من الرياض وصول 11:50 صباحا إلى الرياض 12:45 ظهرا.
شركة فلاينات رحلة 591 من جدة وصول الثانية عشرة والدقيقة 25 ظهرا إلى جدة الواحدة والربع ظهرا. الخطوط الجوية الأثيوبية رحلة 346 من أديس أبابا وصول الرابعة والدقيقة 55 إلى أديس أبابا الخامسة والدقيقة 45 مساء. شركة طيران الإمارات رحلة 733 من دبي وصول الرابعة الدقيقة 35 مساء إلى دبي السادسة والدقيقة 5 مساء. شركة مصر للطيران رحلة 855 من القاهرة وصول السادسة والدقيقة 30 مساء إلى القاهرة السابعة ونصف مساء. شركة العربية للطيران رحلة 660 من الشارقة وصول التاسعة مساء إلى الشارقة العاشرة مساء. شركة فلاي دبي رحلة 631 من دبي وصول العاشرة مساء إلى دبي الحادية عشرة مساء. الشركة العربية للطيران رحلة 662 من الشارقة وصول الحادية عشرة دقيقة 45 مساء إلى الشارقة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل. خطوط التركية رحلة 680 من اسطنبول وصول الحادية عشرة دقيقة 5 مساء إلى اسطنبول إطلاع الثانية عشر والنصف مساء. الخطوط الجوية القطرية رحلة 13:31 من الدوحة وصول العاشرة دقيقة 25 مساء إلى الدوحة إقلاع الثانية عشرة دقيقة 50 بعد منتصف الليل. شركة العربية للطيران رحلة 513 من أبوظبي وصول الثانية والربع صباحا إلى أبوظبي الثالث صباحا الأحد. شركة مصر للطيران القاهرة رحلة 853 من القاهرة وصول الثانية والربع صباحا إلى القاهرة الثالث والربع صباحا الأحد. خطوط الجوية الأثيوبية رحلة 642 من أديس أبابا وصول الثانية والثلث صباحا إلى أديس أبابا الثالث والثلث صباحا الأحد. خطوط العربية السعودية رحلة 453 من جدة وصول الثانية والدقيقة 45 صباحا إلى جدة الرابعة والربع صباحا الأحد. شركة فلاينات رحلة 293 من الرياض وصول الخامس والأربعين صباحا إلى الرياض السادسة والثلاثين صباحا الأحد. شركة فلايس أديل رحلة 781 من جدة وصول السادسة صباحا إلى جدة السابعة صباحا الأحد. شركة فلايناس رحلة 291 من الرياض وصول السادسة والدقيقة 45 صباحا إلى الرياض السابعة والدقيقة 35 صباحا الأحد. الخطوط الجوية اليمنية رحلة 632 من عدن وصول الثامنة والربع صباحا إلى عدن التاسعة والربع صباحا الأحد. خطوط العربية السعودية رحلة 459 من الرياض وصول الثامنة صباحا الأحد إلى الرياض التاسعة والدقيقة 40 صباحا الأحد. شركة فلاي دبي رحلة 633 من دبي وصول التاسعة والدقيقة 25 صباحا إلى دبي العاشرة والدقيقة 25 صباحا الأحد. والخطوط العربية السعودية رحلة 451 من جدة وصول العاشرة والدقيقة 5 صباحا إلى جدة الحادية عشرة والدقيقة 35 صباحا الأحد. مع تحيات أسرة السلامات الجوية مطار الخرطوم وتحياتي رابعة الخضر عبد العظيم. شكرا جزيلا أستاذة رابعة، تحية لك وتحية لكل استعلامات المطار على كل هذه التفاصيل والمعلومات. هي أمنياتنا من خلال هذا الصباح بسلامة الوصول لكل القادمين إلى حضن الوطن، قول لهم إن شاء الله حبابكم عشرة بلا كشرة، وإن شاء الله سلامة الوصول لكل المغادرين والمسافرين، قول لهم إن شاء الله ترجعوا لبلدكم سالمين وغانمين تامين ولامين إن شاء الله، وتحققوا كل أهدافكم كل طموحاتكم وتساندوا أهلكم وتعمروا كمان بلدكم. وخير المغتربين معروف يا جماعة دائما وأبدا على كل السودانيين، على كل بيت سوداني دائما المغترب هو بيكون زي الشمعة اللي بتضوي في كل حوجة وفي كل مصيبة وفي كل أزمة، حتى على مستوى البلد لما يكون في مشاكل عامة، يعني يكون في سيول في فيضانات في حريق في غيره، دائما بتلقاهم هم وقت الحوجة ودائما بتلقاهم هم السند. ربنا يديهم الصحة والعافية إن شاء الله، ونتمناهم دائما بخير وبعافية، وإن شاء الله يعني أهلهم يفرحوا بهم ويحققوا كل آمالهم وطموحاتهم دائما وأبدا.